لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة صحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. أهلا بك أحمد. كيف تقرأ تصريح نتنياهو حول تحديه بهدم الخان الأحمر بموافقة أهالي المجمع أو عدمها؟ أحمد، هل تسمعنا؟ صوتك غير واضح. مسموع هكذا؟ نعم، تفضل. أقول أن الحكومة الإسرائيلية تصدر قرارات عن أعلى مستوى قضائي، مثلا محكمة ما يسمى بمحكمة العدل العليا، في قضايا متنوعة مختلفة، فصدرت قرار بتجميد قرارات إدارية لهدم منازل في مدينة القدس، ولكن في قرارات حكومية إدارية ينفذون القرار بالقوة العسكرية ويهدمون البيوت المقدسيين. فتجربتنا معهم قاسية، ولا يمكن أن نثق بالقرار بتجميد هدم الخان الأحمر وأن نضع يعني أيدينا بما يسمى مياه باردة. لذلك علينا أن نتيقظ من هذه الخطوة أيضا، ونكون حذرين، يعني أن لا تأخذ نشوة النصر الشامل. نعتبرها خطوة على الطريق، ولكن تحتاج إلى تعزيز هذه الخطوة، وأن لا نترك الخان الأحمر وحيدا إلى أن ينفذ هذه الخطوة، لأن الحكومة الإسرائيلية معروف عنها والمستوى الرسمي خاصة بتهديدات نتنياهو وتبجحه بهدم الخان الأحمر، لأنه يواجه ضغوطات سياسية من الاتحاد الأوروبي وضغوطات دولية إضافة إلى النضال المتواصل كما ذكرتم بتقريركم، ولكن عليه ضغط أيضا مقابل من الأحزاب اليمينية المتطرفة، ونحن نعلم أن هذه الحكومة عنصرية التي سنت قانون القومية. نعم. والتي استقبلت القدس عاصمة لكيان الاحتلال، فممكن أن ينفذ قراراته بهدم الخان الأحمر على المستوى السياسي. لذلك علينا أن نكون حذرين، وهذا ما أقول، ألا يعني نستعجل التفاؤل بهذا الموضوع، ونقوم في خطوات متتالية من الناحية القانونية ومن غيرها من أجل تثبيت وجود هو الأمر لا يدعو أحمد، الأمر لا يدعو للتفاؤل، طالما أن نتنياهو يتحدى الأهالي سواء قبولهم أو رفضهم، هو قرر أن يهدم الحي. في هذا الشأن أريد أن أسألك عن صمود أهالي الخان الأحمر، وكيف تصف استمرارهم في الاعتصام بالرغم من قرار المحكمة؟ أولا، احتضن أهالي الخان الأحمر عدة مستويات سياسية، منها طبعا إقليم حركة فتح، ولكن كل القوى الوطنية والفلسطينية تشارك في هذه المعركة، وهيئة ما يسمى هيئة الجدار والاستيطان احتضنت المعركة، وهنالك تواجد دائم وصمود أسطوري أمام جرافات وآليات الاحتلال. شاهدنا هذا المشهد في عدة محاولات للاحتلال لهدم الخان الأحمر. أنا أوصفها بما يشبه معركة البوابات الإلكترونية، حينما تولد تراكم في النضال، والنضال المستمر واليومي ومواجهة الاحتلال دون يأس ولا كلل ولا ملل أدى إلى انتصار في البوابات الإلكترونية. ولكن الآن علينا أن لا نبرح مكان الخان الأحمر، وأن نلتهي في قرار سياسي هنا أو هناك. يجب أن نواصل لسان حال المقدسيين في الخان الأحمر أنهم صامدون، وأيضا القوى الحية الوطنية والإسلامية أيضا تحتضن معركة الخان الأحمر كما تحتضن كل المعارك في مدينة القدس. لذلك هذا موقف المقدسيين، فهذا يدلل على وجود الناس لغاية الآن في الخان الأحمر صامدين، وأيضا متضامنين مستمرين بالنوم في الخان الأحمر والتواصل في كل معركة والتصدي لكل الآليات والجرافات الاحتلال. لذلك معركة الخان الأحمر لم تنتهي، أعتبرها أنا نحن على بوابة أولية، ولكن علينا أيضا أن نكون حذرين كما قلت لك. ارتبطت قضية الخان الأحمر أيضا بقضية أخرى تتعلق بمحافظ القدس الذي تم اعتقاله عدنان غيث. وردت أنباء عن هناك مساعي للإفراج عنه، هل من معلومات مؤكدة حول هذا الموضوع؟ في هذه اللحظات قبل سويعات استقبلنا الأخ عدنان غيث محافظ القدس أمام ما يسمى مركز المسكوبية سيء السمع والصيت، حيث تحرر قبل نحو ساعتين. استقبلناه كمقدسين استقبالا حافلا، وفرضت عليه حكومة الاحتلال الانتقال إلى بيت الأخ أبو ناصر عجاج في وادي الجوز كبيت مؤقت حبس منزل لمدة أسبوع،
فالمحافظ موجود الآن حراً ولكن ليس حرية كاملة، الحرية مقيدة من قبل الاحتلال، وهذا ضرب لجميع الخطوط الحمر. الحكومة الإسرائيلية ومخابرات الاحتلال حاولت تمديد الأخ عدنان غيث، ولكن صمود الأخ عدنان واضح، واتهمته بمعركة الخان الأحمر، ولكن هناك معركة أهم وأشد وحامية وطيس أكثر، هي الدفاع عن البيوت التي يسربها بعض العملاء والمندسين والمتساقطين والطفيليين الذين يحاولون تسريب عقاراتنا للمستوطنين ليحلوا محل السكان المقدسيين. نعم. معركة بيت بيت، معركة الكل المقدسي، فتهم الأخ عدنان غيث بهذه المعركة أيضا، وهذا كان السبب الرئيسي لاعتقاله بعد سبب الخان الأحمر. فلذلك ألا أن عدنان غيث واضح، وكلنا واضحين كقوة فلسطينية في مدينة القدس أن هذه المعركة لا يمكن أن ننهزم فيها، ولا يجب أن نترك منازلنا أن تقع بأيدي المستوطنين منزلا منزلا ونحن نتفرج. حقنا الدفاع عن منازلنا في كل الطرق القانونية والشرعية، وأيضا علينا أن نوعي المجتمع المقدس بأهمية الصمود والحذر، كل الحذر من تسريب العقارات للاحتلال، لأن الهدف النهائي لهم هو الهيمنة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة. علينا أن نحمي منازلنا كل الوسائل والطرق، وأن نتيقظ فكل فلسطيني أيضا كمحافظ، ولكن علينا أن نكون هناك في حاضنة وطنية إسلامية مقدسية دفاع عن منازلنا، في حاضنة قانونية واضحة، توعية للمقدسيين حتى لا يتسلل الاحتلال إلى أي منزل. بالتزامن مع ورود أنباء عن مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في الخليل، هل تعتقد أن مثل هذه العمليات تأتي في سياق الضغوط التي يمارسها الاحتلال على الفلسطينيين؟ صحيح. أولا، معركة الزاوية ومعركة الخليل لا تنفصل عن معركة القدس. الاحتلال يستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس ويخلق بيئة طاردة بالهيمنة المنازل في القدس، وأيضا في الخليل يقوم في نفس العمل. محاولة عملية الإعدام بدم بارد في محيط الحرم الإبراهيمي وفي البلدة القديمة، الهدف هو ترويع الفلسطينيين في الخليل ودفع الفلسطينيين لمغادرة منازلهم حتى يهيمن الاحتلال على هذه المنازل. الشباب والأهل مدينة الخليل واعيين بأن لا تتسرب عقارات من الاحتلال، ولكن المستوطنين بالعنوة والقوة يهيمنون على العقارات. الاحتلال يريد أن يفرغ منطقة الحرم الإبراهيمي ليهيمن عليها ويوفر مربعا أمنيا مسيطرا على كل المنازل بالقوة وبالسلاح وبالإعدامات الميدانية. المعركة شاملة، معركة استهداف الوجود الفلسطيني سواء بالخليل أو بنابلس أو في سلفيد، وسواء استهداف الفلسطينيين عند قطفهم الزيتون باعتداء المستوطنين عليهم، فعلينا أن ننظر للمعركة هي معركة الوجود الفلسطيني. يريدون أن يؤمنوا وجودا للاحتلال على ويعملوا إحلالا لوجودنا الفلسطيني ويخلقوا بيئة طاردة للفلسطينيين في القدس والخليل، وأيضا يريدون أن يسيطروا على محاصيل الزيت والزيتون، ويريدون أن يحرقوا أشجارنا. هم يستهدفون الكل الفلسطيني ويريدون أن يدفعوا بنا إلى خارج حدود الوطن، ولكن هيهات منهم ذلك، لأن الفلسطينيين متشبثون لأنهم هم السكان الأصليين تجذرين في الأرض ندافع عنها بكل المعارك، وإن شاء الله سننتصر كما انتصرنا في معركة الطوارئ. شكرا جزيلا لك صحفي الفلسطيني أحمد صفدي، كنت معنا عبر الهاتف من القدس المحتلة.